بدون مزايدات. المحبة ما فيهاش مزايدات. سفيان كان صديق لبرشا ناس. أنا واحد من الأصدقاء نتاع سفيان الشعري. سيغتو السنوات اللي خدمنا فيهم نسيبتي العزيزة، معناها نسيبتي العزيزة الأولى والثانية وعام قبل. ف لأن أنا وسفيان نعرفه من قديم، نعرفه بعضنا. باهي. الليلة الأخيرة في حياة سفيان الشعري بربي باش المرة هذه باش نتكلم، أما ما عادش باش نتكلم لأنه أنا فديت من 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 من, من القراءات. واضح كل واحد عنده قراءة وتصور، ما فماش قراءات، راهي ثم أحداث صارت. شنو صار في الليلة الأخرى؟ ما في حاجة بسيطة الأخرى، أو تو جايك الليلة الأخرى، الليلة اللي قبل الأخرى عملت أنا حوار في جريدة الصريح بإمضاء كوثر الحكيري. ثم سؤال يقول فيه هل أنه فما نسيبتي العزيزة ثلاثة بلاش سفيان الشعري؟ قلت أنا مستحيلة فما حاجة اسمها نسيبتي العزيزة ثلاثة بدون سفيان الشعري. واضح. الليلة قبلها أنا في رادس مع سي نبيل القرو في بيروه، وعانا ومعانا معايا فرحات هنانة ومعانا ريم السعيدي. بدينا نقربوا خاطر صار اختلاف بين سي نبيل وسي سفيان. سفيان واضح. بديت أنا نقرب في وجهات النظر تو سامبلومون، رانا لازمنا نقعدوا على الطاولة باش نكملوا نخدموا مع بعضنا. اختلاف برينسيبالمون فلوس نحكيو، يعني الاختلاف اللي صار بين سفيان. لا هذه الفلوس، الفلوس الفلوس حاجة مبطنة ما نعرفهاش احنا. واضح. أما اللي صار هو في إذاعة، في إذاعة تك 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 صار 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 كلاش. واضح. بعد شقان الفتر صار الاتفاق أنه نتقابلوا في المنار أنا وصديقنا محسن الفريزي اللي كان السبب الأولاني لكتابة نسيبتي العزيزة، وسفيان الشعري وسهام بن زرتي زوج سفيان الشعري وميمو سي الحبيب ولد سفيان. مشينا الكل في كرهبة سفيان المرسيدس، هبطنا لسي صلاح الدين سيد باش نحكيو على الموسم الثالث. واضح. نسيبتي العزيزة. باهي. شنو تحكي؟ شنو اللي نرفز سفيان؟ ما نرفزوا حتى حد سفيان. ما قعدش معانا سفيان. سفيان احنا قعدنا طلب دبوزة جارسي قعدت مسكرة فوق الطاولة، مازلنا ما حكيناش قاعدين نحكيو نفدلكوا. مشينا وصلنا غاديكا هو تقلق شوية سفيان، مازال ما قعدش، مازال ما قعدش، مازلتوا حتى ما بديتش تحكيو في قعدنا احنا نحكيو. هو سفيان مش عمل دورة يسرح ساقي شوية خاطر قتلوا سهام زوجته. سفيان قلت لك نقص من الماكلة، فطرت في دار بوشماوي وكليت برشا خلطت دونك معتك بتاتر، فهمتني؟ مشى عمل دورة، رجع مازال ما قعدش، عاود عمل دورة، جا لسي الحبيب ولده، قال لأمه، قالها يا أمي إجا نهزوا بابا للكلينيك، قالت له لا باش نمشيو للفارماسي نتاع أختي هاي قريبة، قالها لا نهزوا للكلينيك، مشاو للكلينيك. هذا اللي استناو فيهم، دابوست مازالت مسكرة. بعد ما تكلمت أنا، تكلم محسن الفريجي صديقنا، تكلم سي صلاح، قال الله أكبر، طلعنا في كهرباء خاطر جينا في كهرباء سفيان ما عندناش كهرباء، طلعنا في كهرباء سي صلاح، مشينا للكلينيك، أول ناس نلقاو خوه موجود ومرته، وإحنا أول ناس شفتوا أنا وقتهم. يقولوا زاد اللي سفيان الشعري الله يرحمه ما كانش فرحان بدوره. كل واحد ما كانش فرحان بدوره، لكن أنا نأكد كونه راهو الكتابة والخدمة بالإتفاق مع سي صلاح ما كانش متاح ولا مسموح ولا أنا نقبلها لروحي. انه ندوروا نقصني، لا لا كان الاتفاق من الاول باش نعملوا ان كورال، سي ان كورال السيت كوم، سي ان كورال معناها ماهوش بطل واحنا اون غرافيت اوتور دو لي، عمل مجموعه ابطال مجموعه كامله هو موافق عليها. فرجت انت في الباساج نتاعو محمد الحبيب الشعري في جوديتو مع مينغر، شفتوا الكلام اللي قالوا كل كوريكت، حسيت شويه تانيب ضمير بعد اللي حكاه ولا علاش؟ ما غاضتكش كي تفكرت النهار الاخر ما فما شيء ما صار شيء؟ شوف انا حسيت بحاجة أخرى قبل، لأنه فما ناس اتهمتني ببرشا أشياء وما فما حتى حد دافع عليا ويعرفوا الحقيقة. يعرفوا الحقيقة. نقول لك أنا سامحني حتى من زملائي الممثلين. ما برشا من زملائي الممثلين. توفى سفيان الله يرحمه. أول عيد بعد 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 سيدي رمضان أنا مشيت عيطت في دار سفيان ما لقيت حتى حد من الممثلين اللي يحكيوا. أنا عيطت مع أم وأبوه وولده. العيد هذاك ما روحتش لأمي وما عيطتش في داري مع مرتي. مشيت عيط في دار سفيان ما ريت حتى حد. دونك بربي بلاش مزايدات، وهذه هي. واللي يحب اللي عنده تصورات اخرى وحاجات يمشي يكتبها في كتاب كاو تو سامبلومون.